تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر تاريخ التسامح الديني والمذهبي في البحرين، وذلك بقاعة مركز عيسى الثقافي. ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الأديان والطوائف والمذاهب الموجودة في البحرين، ويستمر على مدى يومين بهدف توثيق مسيرة التعايش الديني والمذهبي بين مختلف فئات المجتمع البحريني. عواصف التشتت المذهبي والديني لا تهب ريحها إلا بديار تفتقر أركان التعايش وقبول الآخر. وفي البحرين فإن لا مجال لها أن تعصف، فأركان السلام والتسامح صلبة، بل إنها أصيلة ممتدة عبر التاريخ، وهي ما جعلت من واحة البحرين قبلة للتعايش الديني والمذهبي. وتوثيقا لمراحل هذا التعايش، يأتي مؤتمر تاريخ التسامح الديني والمذهبي في البحرين ليضع بين يدي زواره 8 أوراق تعد نتاج أعوام من البحث والدراسة، تكشف ما شهده المجتمع البحريني على مر تاريخه من ثقافات وأديان ومذاهب مختلفة. اليوم 16 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم التسامح العالمي، ولهذا نعتقد بأننا أحق في البحرين في الاحتفال بهذا اليوم من غيرنا، وبالتالي تم تنظيم هذا المؤتمر لكي يؤرخ التسامح الديني والمذهبي في البحرين. فهذا نعتقد بأنه هو الأصل، أصل البحرينيين، أصل المجتمع البحريني كان يعتمد على هذا التسامح. فعلية دي لها تأثير غير عادي، مش بس على المستوى المحلي لكن كمان على المستوى العالمي، والعالم كله بيعيد أو بيحتفل بيوم السلام ويوم التسامح ويوم التعايش. أنا عايز أقول للعالم يريد أنك أنتوا تكونوا موجودين هنا معانا في هذه الأرض، أرض التسامح. وعلى مدى يومين تسلط جلسات المؤتمر الضوء على أسس التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وتتناول قيمة التسامح لديه، وتديرها نخبة بحرينية إلى جانب ممثلي الطوائف في البحرين. نؤمل أن هذا الملتقى نخرج منه بمرئيات تخدم المجتمع الإنساني عموما والمجتمع البحريني، وتعيد اللحمة على ما نحب ونؤمل فيما كنا عليه نحن والجميع. بتكلم عن التسامح الديني الموجود في مملكة البحرين، بتكلم عن تاريخ اليهود في البحرين، وطبعا احنا نفتخر بان بلدنا تعطي المثل الاعلى في العالم على التسامح الموجود، وكلنا متعايشين الحمد لله يعني مع بعض. في الوقت الذي تشهد المنطقة معاناة مذهبية وطائفية طاحنة، تأتي أهمية هذا المؤتمر ليرسخ ما تشهده البحرين من تعايش مجتمعي متكامل أصله ثابت وفرعه في السماء. وحرصا على نشر نموذج البحرين التاريخي في التعايش الديني والمذهبي، يستعد مركز عيسى الثقافي لإصدار كتاب يحتوي على جميع دراسات هذا المؤتمر وإصداره بعدة لغات، ليعرف العالم بهذا التاريخ الممتد من التسامح. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.